ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم السبت 17 ديسمبر كانون الاول 2022. النهارده يا سرطان هتكون انت اكتر حساسيه من اي يوم، هتدور عن طرق جديده تستثمر فيها استثمارات كويسه، هتبقى بتزيد من ارباحك، ما تتبصش للموضوع بس من سلبياته او حتى من سلبيات حبيبك، هتفتكر انه وقف جنبك كتير في مواقف كتيره جدا في الفتره اللي فاتت. عليك بس انك تهدى شوية وتفكر اكتر علشان تعرف تاخد القرار السليم. مشاعرك صادقة جدا، هتتبدل لمشاعر حب في الفترة الجاية. بالنسبة ليك عاطفيا هتلجأ لتغيير واضح في علاقتك مع حبيبك علشان تكسر كل الروتين اللي انت بتعيش فيه من فترة. بالنسبة ليك مهنيا في فرصة كبيرة قدامك علشان تحظى باحترام مديرك في الشغل واعجابه بيك. هتتحمل مسؤوليات كبيرة مهما كانت وجسيمة. بالنسبة ليك صحيا لو حبيت انك تحافظ على صحة سليمة جسم رشيق، عليك انك تخطط بشكل رياضي اكتر لبقية الوقت ده في الصيف. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة هيشكل الزئبق خط ثلاثي مع اورانوس، هيشجعنا علشان نبتكر ويكون عندنا رؤية جديدة. الجانب ده هيبقى منفتح جدا في عقلنا، هندور من خلاله على كل الاجابات اللي بتعتبر اقل وضوح بالنسبة لينا. هنعرف نوصل لكتير من الأماكن اللي بتبقى مثيرة على مستويات عقلنا. هنعبر أكتر عن كل نفسنا بطرق طبيعية ومختلفة وفريدة، بدل ما إننا نرجع للعادات القديمة اللي هنبقى من خلالها بنفكر في إننا نتواصل أكتر، ودي تعتبر ناجحة جدا لينا. ممكن يكون في محادثات استفزازية لطيفة في حد ما، هتؤدي لأفكار ووجهات نظر مختلفة وجديدة. الرؤية والأفكار الإبداعية هتجيلنا بشكل مفاجئ وبشكل غير متوقع ورائع جدا. هيقضي القمر يومه في برج الميزان، من خلاله هنلاقي نفسنا في طرق كتيرة نواقب بيها ونوازن بيها ونتواصل بيها، فخلينا مستعدين للتفاصيل الحلوة دي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعوكم كليا.